حملة واسعة تقوم بها بلدية الشعب في الرقة لتضفي على المدينة ثوبا جديدا يعيد لها ألقها وعافيتها تدريجيا، من خلال تفعيل كامل لمشتل المدينة الزراعي وتشجير مساحات واسعة من الحدائق والأرصفة بالعديد من الزهور والأشجار الحراجية. طبعا نحن كبلدية الشعب في الرقة أعلن عن افتتاح المشتل البلدي بالمدينة بتاريخ 1/3/2019. بدأنا بحملة تشجير بتاريخ 15/3/2019 أيضا بعدد قراص يتجاوز 10,000 شتلة. طبعا كانت الحملة تحت مسمى شهداء وأشجار تنبت. طبعا حملتنا بالتشجير مستمرة، حيث الأشجار أنواعها التي ستزرع في مدينة الرقة منها حدائق ومنصفات أيضا طرق، منها أشجار حراجية وورود زينة. طبعا المشتل تم إنتاج ما يقارب 6,000 شتلة، هي إنتاج محلي وزراعة بالمشتل إضافة إلى 10,000 شجرة التي تم شراها من المشاتل الخاصة. بجهود منسقة ومتواصلة، عمال المشتل الزراعي بالمدينة يقومون بإزالة الركام وتنظيف الحدائق من النفايات والمخلفات ليتم بعدها غرس الأزهار والشجيرات. ومن المقرر أن يتم تأهيل كافة المساحات الخضراء في المدينة التي حولها الإرهاب من مكان يبعث الراحة والسرور إلى أنقاض خاوية على عروشها. نقوم نحن بتنظيف المنصف تجهيزا للزراعة. قمنا بتنظيف طريق عبد السلام الأجيلي، واتت الورشة تبع الزراعة بعدنا وزرعته شارع هشام بن عبد الملك. نظفنا طريق حلب لحد شارع الانتفاضة، وفوتنا الورشة بشارع الانتفاضة تنظيف المنصف تأهيل مشان الزراعة. وإن شاء الله إحنا بخطتنا الجاية إن شاء الله شارع الروضة عند حديقة الرشيد تنظيفه وتأهيله وحفر الأجور، يجون الورشة اللي بعدنا مشان الزراعة. تشكل هذه الخطوة تقدما جديدا في إطار جهود إعادة الإعمار في المدينة، وسط قبول ورضا من الأهالي تجاه ما تبذله بلدية الشعب في الرقة في هذا الإطار. جزاهم الله ألف خير الشباب، يعني بالنسبة للتشجير خدمة حلوة مشان القعدات وغيرها، يعني جاي يشتغلون اللهم صل على النبي بشغل حلو من بهالمناطق، يعني مناطق خلابة، جزاهم الله ألف خير. وما شاء الله جاي يزرعون ورد والمدينة جاعت تتحسن والأمور حلوة ونفسيات الشعب مرتاحة، واللهم صل على النبي. يعني